السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف بعض المواقع اللي هساعدك إن شاء الله في فكرة البحث العلمي. أول موقع مفيد معانا جرامري، وجرامري أنا مستطبعه عندي على المتصفح، ومستطبعه عندي على الأوفيس، ومستطبعه عندي على البرامج كتيرة جدا، لأن هو بيفيدني إن أنا بكتب حاجة بينبهني في أخطاء. الوورد فيه إمكانية إن هو بيفحص بعض الأخطاء، لكن أخطاء كتيرة بتعدي منه والجرامري بيمسكها. انت وانت شغال بيبدأ يعمل لك خط تحت الكلمة، فتنتبه ان في هنا غلطة املائية فتبدأ ان انت تصلحها. خلي بالك الموضوع ده مهم جدا، لان انت ممكن تعمل بحث علمي وتبعته للمجلة، فالمجلة ترفض البحث من غير ما تبص فيه او من غير ما تبعته للدكتور، لان عندها اداة بتبدأ تكشف الاخطاء، فهو لما بيلاقي في اخطاء موجودة بينبهك ليها. ممكن تطبع على التطبيقات اللي عندك، هتلاقي في جوجل كروم، في الويندوز، للايفون، ايباد، للاندرويد، وهكذا، فهيبقى شغال معاك طول الوقت. طيب الاداة اللي بعد كده رايت فول، ده خاصة بالكتابة الأكاديمية، بيساعدك في ان هو مثلا تديله البحث العلمي فيبدأ يعمل لك الابستراكت او المقدمة، هيساعدك في كتابة باراجراف، بس انت المسؤول في الاول وفي الاخر، يعني مفيش حاجة اسمها تديها للدكتور فيقول لك في غلط تقول له ده الذكاء الصناعي. هو بيساعدك، هو مساعد ليك، بيدور معاك، تمام. فبرضو بعد ما تاخد البحث لازم تتعب عليه وتعيد صياغتها وتفهمها، وتبقى مستعد لان انت تناقش اي حد في البحث العلمي ده. وعندي هنا في جي بي تي ديتكتور يبدا يكتشف فكره هل في حاجه متاخده من شات جي بي تي 3 او 4 او اي شات جي بي تي. بس خلي بالك موضوع الجي بي تي ديتكتور في جامعات كتيره بدات تستخدمه، لكن بين قوسين النتيجه مش موثوق فيها، يعني في حاجات كتيرة جدا ممكن إنسان يكون كاتبها لكن الذكاء الاصطناعي يشك فيها، نتيجة مثلا إن الشخص مش لغته الأولى إنجليزي ففي بعض الاختلافات، فيبدأ إن هو ينتبه لحاجة زي كده. طيب في أداة أنا مسطبها حتى حطيتها هنا على طول، لما أجي أكتب رسالة فبقول له عد لي صياغة الكلام دوت، فيبدأ يعملها لي على شكل أكاديميك أو على شكل فورمال أو يشرحها أو كرييتيف، فممكن جملة تديها له فيبدأ إن هو يعملها إعادة صياغة. يعني خلينا ناخد مثلا جملة زي كده واجي هنا اقول له بست، تمام. هو بقى يبدأ يعيد لي اعادة الصياغة بتاعتها بحيث يخليها بشكل افضل، تمام. هتلاقي في جمل كتيرة هو غير فيها، تشيك تو سي اف اللي هو مكتوب باللون البرتقاني دوت، ده هو اعاد الصياغة بتاعتها، ففي حاجة كتيرة هو اشتغل عليها وعملها بطريقة احترافية. ساعات اكون هكتب ايميل وهيكتب بشكل عادي خالص، هو بياخده بيظبطه. طيب من ادوات البحث العلمي برضو ان انت تستعين بشات جي بي تي، بيبدا ان هو يديك مقاله معينه، يشرح لك حاجه معينه، بس برضو حتى الان في جزء كبير جدا بيبقى كرييتيف، ما بيبقاش ملتزم بالمصادر، فعشان كده لما تكتب له اي حاجه تجيبها للمصادر او تكتب له اعتبر نفسك بحث علمي وبحثت في الموضوع دوت مع ذكر المصادر، فدي من الحاجات المهمه جدا. او في الموقع ده مثله لما تساله اي سؤال كان بيسال شات جي بي تي بيجيب لك المصادر اللي استند عليها في الكلام بتاعه، تمام. هتلاقي في السورس بتاع المصادر بتاعته. طيب ندخل بقى على الموقع اللي بعد كده، ده بيفحص النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي ويبدأ يشوف إذا كان في استعانة بالذكاء الاصطناعي ولا لأ. فأنت افحص النص بتاعك قبل ما تبعته لأي مكان. طيب بعد كده في باحث ومساعد للطلاب، بتديله البحث فهو يبدأ يعمل ريفيو ليها، يبدأ إن هو يقرأه بشكل أفضل، يبدأ إن هو يشرحهولك يلخصهولك. فده من الأدوات اللي ممكن تساعدك جدا وتوفر عليك وقت، تمام. طيب ممكن تعمل أي بحث مثلا أهو، فيقول لك البحث ده مثلا تم إيه أهم المصادر اللي ممكن أهم البيبر اللي اتكلمت عن الحاجات دي قبل كده والملخص بتاعها وإيه أهم النقط في كل واحدة فيها. طيب ريسيرش رابت، هجيب لي الابحاث الكتيره المرتبطه بالموضوع دوت، يعني انا بقول له مثلا عايز اتكلم عن الاي اي فيبدا يجيب لي كل الابحاث اللي مرتبطه بالاي اي بالشكل دوت، واني واحده فيهم اللي هو كان استعان بمصدر اخر، فيبدا يربط لي الابحاث كلها ببعض، فده بيوفر عليا وقت كتير جدا.
تمام، كل واحد فيهم اقدر ان انا اشوف ملخص ليه، ابدا اشوف اللينك بتاعه اقدر ان انا اقرا. تقدر ان انت تسطبه عندك بدون اي مشكله خالص. ده مهم للبحث الاكاديمي، عندك بيبرز كتير جدا هو بيبدا يعمل بحث عليهم ويبدا يجيب لك الابحاث اللي متعلقه بالمجال بتاعك. يعني مثلا عايز عن الجيب تمام اهو، مثلا تبدا تشوف ايه البيبر المتعلق ويبدا يجيب لك المصادر بتاعتها. في كمية أبحاث رهيبة جدا تقدر إن أنت تعتمد عليها.